السبب الرئيسي للصدمه في النصر لما راح حمد الله الاتحاد، ليش انصدمه؟ لانه العواطف والدعم من اللي اخذه. من انصدم؟ من انصدم ابو بدر؟ مو صحيح، من انصدم؟ لا لا، الاعلام اللي كل ما يسجل حمد الله جول وهو الان يدافع عن حمد الله بنادي الاتحاد، هو اللي يبغى كل جول، كل جول حمد الله كان لاعب نصراوي ولو اراده النصر لا. وما تقدر تجيب زيه، اسمعني بس، انت قاعد تلصق تجيب ابو بكر، تجيب مدري تاليسكا، ما في حمد الله، انت ما راح تعرف تجيب زيه الا بصعوبه. هذا الكلام. والرجل اللي جابه هذا حمد الله، صراحه حمد الله هذا اللي يسجل، يسجل ايوه عضلات بطن ابو بكر، لانه انت لانه ما عندك الكفاءات الاداريه القادره على احتواء لاعب نجم. لا يا محمد، لانه كان في نادي لازم النصر تعتر... لا 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 لا, لا. النصر. ابدا كان في نادي النصر حمد الله تصرفاته، كان في نادي النصر، لان البيئه اللي عاش فيها اللاعب مختلفه. شوف بيتروس، بيتروس في الفتح، هو بيتروس اللي كان في النصر. لا. لازم تعترف يا محمد، النصر عنده مشكلة إدارية عظيمة تحتاج إلى استقدام إداريين من خارج النادي لإدارة الفريق، مش زي تجربة حسين عبد الغني، تجربة لم تكن ناجحة. مروا على النصر، مروا على النصر، مروا على النصر الأستاذ سعود السويلم، سلمان المالك، دكتور صفوان السويكت، الأستاذ مسلي المعمر، كلهم مروا على النصر. طيب اوكي، على عيني وراسي، بس ما هم بكفاءة، ولكن ما عندك زي حامد البلوي، ما عندك زي فهد المفرج، ما عندك القدرات الإدارية المتميزة. إذن أنت تقر أنه الأستاذ سعود السويلم تجربة عظيمة إدارية، لأنه سيطر على حمد الله ولأنه جاب الدوري الاستثنائي، فبالتالي الأستاذ سعود السويلم وفق لوجهة نظر الأستاذ وليد الفراج هو أعظم رئيس نادي مر في الفترة الأخيرة على نادي. لا مو صحيح، لأنه ضبط حمد الله. لا مو صحيح، أعظم رئيس نادي؟ لا مو أعظم رئيس نادي. لا الفترة الأخيرة، قارن تجربة، لحظة، قارن سعود السويلم بفهد بن نافل، واحد اشتغل سنة واحدة، واحد جايب حجم بطولات وانتصارات للمملكة عظيمة، ما في مقارنة. مع احترامي لك، ما نخلط، أنت تتحدث عن شأن النصر رئيس سنة، ما كان في إدارة. أنا أقول لك حاجة، أنت تعتقد سعود السويلم لحظة كان حمد الله سعود السويلم وبطل الدوري الاستثنائي؟ سعود السويلم تقارنه فيصل بن تركي؟ ايش جا وين فيصل بن تركي؟ رجل كفاءة إدارية عالية جدا. سعود السويلم جرب سنة ومشكور الرجل على ما فعله، بس ما تقارن فيصل بن تركي. حمد الله، فيصل بن تركي رجع الفرحة، حمد الله، فيصل بن تركي رجع الفرحة للنصراويين. فيصل بن تركي نادي 14 سنة 19 سنة ما جاب دوري، لم يكن حمد الله موجود. احنا حديثنا عن حمد الله وضبط حمد الله. طيب مش ضبط حمد الله، الجهاز الإداري عندك إمكانياته ليست عالية، تحتاج استقطاب كفاءات إدارية للفريق. حمد الله في عهد الأستاذ سعود السويلم كان منضبط، كان لا لا انضباط، أنا ما أقدر أقيم، شوف شوف ما أقدر أقيم اللاعب منضبط ولا منضبط، هذه جزئية أنا ما أقدر أروح فيها، أوكي؟ أنا ما أقدر أحكم على الناس إنه كان، بس كان حمد الله مع النصر علاقة كانت متوترة، خاصة السنتين الأخيرة. في الاتحاد صحيح. فجأة انتهت المشاكل، ليه؟ لأنه كفاءة الاتحاد الإدارية أعلى بكثير من نادي النصر. عنده مشكلة صارت، لسه مو مقياس، لسه مو مقياس مع نادي الاتحاد. لا زال الحكم على حمد الله مع نادي الاتحاد مبكر ومبكر جدا. هذا هذا خلاص يا محمد، محمد الموسم بينتهي، محمد الموسم بينتهي، خلاص انتهى التحرك. الله على الاستلام، الله على روما، مستحيل مستحيل.